تطلق وزارة الصحة 3 قوافل طبية مجانية اليوم وغدا في المناطق النائية بمحافظات الإسكندرية وأسوان والبحر الأحمر ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وأوضحت الوزارة أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية كالباطنة والأطفال والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد والأسنان والقلب والجلدية والنساء والولادة وخدمات تنظيم الأسرة بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية.